في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ما جرى على أصحابه الكرام، وما دار بينه وبين قرابته من أهل مكة آنذاك. فقد نقل ابن هشام في كتاب السيرة، وهو من الكتب المعتمدة في باب السيرة، نقل عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته في الناس هم أهل مكة في الدخول فيها، وبعد ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أندادهم التي يعبدونها وآلهتهم التي يعظمونها آنذاك، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآلهة باطلة وأنها لا تسمع من أجابها ولا تدفع عن أصحابها شيئا، وأن الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ابن هشام: اجتمع نفر من سادات مكة فأتوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبوه توفي، أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حملا في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، وأيضا مات جده ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، فكفله عمه أبو طالب والد علي ووالد جعفر وغيرهم. طيب، فجاء صناديد من قريش وزعماء من قريش جلي أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا. سف أحلامه معناه شو؟ معناه إنه كانت عندهم أحلام وآمال في أنهم إذا ماتوا شفعت الآلهة بتاعتهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه الأنداد قالوا بتشفع لنا شنو بعدين يوم القيامة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه الآلهة دي ما بتنفع ولا تضر، قالوا شنو؟ قالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا، إنه ديننا اللي نحن عليه الآن باطل. قالوا: عاب ديننا وكفر آباءنا الأولين، لأنه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح بأنه كل من لم يؤمن بما جاء به فهو كافر، فزعلانين جدا هم من الكلام ده، جدا زعلانين. طيب، قالوا: ولكن ردهم
أبو طالب ردا جميلا، لأن أبو طالب هو مشرك معهم، لكن مع شركه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه ويدفع عنه، بدافع عنه دفاع شديد مع أنه مشرك هو. طيب بعد أيام مرت الأيام وحدث موقف مع حمزة رضي الله عنه. حمزة كان من فتيان مكة وكان قويا شديد الشكيمة، يعني الهيبة والعظمة، وكان يصطاد الأسود رضي الله عنه، الوقت ده كان مشرك. فعاد ذات يوم من قنص، كما قال ابن هشام القنص الصيد، كان يصطاد الأسود، وذات الصيد يدل على فراسته الكاملة. لما رجع كان لا يأتي منزله حتى يأتي الكعبة فيطوف بها وينزل عند نوادي أهل مكة، بيجتمعوا في شكل جلسات بتاعتهم، بني مخزوم براهم، بني عبد مناف غيرهم من بطون مكة، أي واحد يكونوا قاعدين براهم، فيأتي عليهم فيسلم ثم يمضي. فذات يوم مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي عند الكعبة، فسبه وآذاه أذى شديدا، وكانت هناك جارية لعبد الله بن جدعان تسمع وبدعين فيما صنع أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، هو من بني مخزوم قرشي برضو، لكن ما من نفس البطن التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، هو من بني مخزوم والنبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف. فلما سباه النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، ترك فمضى. فالجارية بتشاهد لما دخل حمزة وطاف، قالت له الجارية: أما رأيت ما صنع أبو جهل بابن أخيك؟ قال له: وما صنع؟ قالت له: كذا وكذا اللي حصل. فانطلق حمزة إلى مجلس أبي جهل اللي فيه بني مخزوم وناس، قال له، وذكر ابن هشام تعليق جميل جدا، قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله تعالى له من الخير، ربنا رايد بخير، فحملوا الغضب والحمية لولد أخوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة، حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم رضيعا مع بعض في بني سعد. طيب، فأتى إلى أبي جهل قال: أتسبه؟ أما علمت أني على ديني وأقول ما يقول؟ وضربه بقوس كان في يدي، شال قوس ضربه به في وشه فشجه شجة منكرة، الشجة دي الفلقة في الرأس ولا في الوجه، زول كان فلقوه بيقول شجة، ضربه في وشه فأدماه. قال له: وأقول ما يقول؟ قال له: الكلام اللي بيقوله ولد أخوي محمد أنا بقول زيه كمان، فرد علي إن استطعت. كان الراجل رد عليه، وكان حمزة مهابا في قريش، فما رد عليه أبو جهل. قام ناس من بني مخزوم من أهله ليردوا على حمزة، فأبو جهل طبعا ذكي بيعرف كيف يهدئ الأمور دي، قال: دعوا أبا عمارة. قال له،
فإني قد سببت ابن أخيه سبا منكرا. خلوه، لأن المسألة لو هاجت في وقت زي ده كانت بتكون من مصلحة الإسلام أكثر من كده. الشاهد من القصة لما أسلم حمزة قالت قريش لقد عز محمد وامتنع. يعني شنو عز؟ بمعنى وجد عزة بإسلام عمه، ده عمه وزول شجاع جدا. قالوا وامتنع لأن حمزة سيمنعه من كثير من أذى قريش، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وعز بإسلام عمه، وبعد ذلك دخل أفواج من الناس في الإسلام، تقووا بحمزة رضي الله عنه. عند ذلك الحصل بسبب هذا اجتمع نفر من صناديد قريش عند الكعبة، وتكلم فيهم الوليد أو عتبة ابن المغيرة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وعتبة ده يكنى بأبي الوليد. قام تكلم في قريش قال لهم أترون يا معشر قريش أني آتي محمدا، أمشي له وأنا يعني، فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يختار بعضها. قال لهم أنا عندي اقتراحات، لا أمشي أقدمها لمحمد، لو اختار منها شيء قال بعد ذاك تستريح من شره. فقالوا له افعل، امشي له وكلمه. طيب، فذهب اليه عتبة ابن المغيرة حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي اسمع مني كلاما. قال له يا ابن أخي، هو ابن أخوه لأنه باعتباره عمه في الحساب، زي ما أهلنا بقول لك في الحساب عمه، لأنه ده عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، بيلتغي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهاشم وعبد شمس إخوان أولاد عبد مناف، فباعتباره عمه. قال له يا ابن أخي اسمع مني، أعرض عليك أمورا لعلك تختار بعضها. قال له لقد علمت يا ابن أخي ما لك عندنا من السطة والمكانة. السطة معناها الشرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم شريف، هم عارفين الكلام ده، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اختاره من أشرف أنساب العرب كان لحكمة عظيمة. قال له أنت عارف ما عندك من الشرف، عشان كده أبو طالب لما قال إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها. السر معناه الوسط، دائما النسب الشريف يكون في أوساط القوم، وصميمها، الصميم هو الخالص، فهو في النسب من أوساط الناس ومن الخلص الأنقياء في أنسابهم. قال وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى
من سرها وكريمها. يعني حتى بني عبد مناف ديل مش هم سر قريش، يعني الوسط في قريش، قال لهم وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى، أي هو المختار المجتبى من أوساط أوساط قريش، فإنه المصطفى من سرها وكريمها عليه الصلاة والسلام. فعشان كده عتبة قال له انت قال له علمت ما لك عندنا من المكانة، فإنما جئت به. وانتبهوا، هذا لب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنما جئت به قد فرق بيننا. وسفه أحلامنا وكفرت أبانا الأوائل. قال له فإن أردت مالا، وانتبهوا للخيارات اللي أدى له كويس، قال له فإن أردت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنانا. لو دار قريش نديك نجمع لك من ده ومن ده ومن ده ومن ده من قريش كلها لحد ما تبقى انت اغنى رجل في قريش. اخوانا انتبهوا للكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا، ما قبل به لانه لا يريد مالا ولا يريد دنيا، كما قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما دري منهم شيء فسكت ما رد له. ومن هنا يا أخواننا تنبهوا جدا، من الناس اليوم من بدأ دعوته لله، دعوة في الأول لله، يدعو الناس للتوحيد اللي بيحبوا ربنا ويحذرهم من الشرك اللي بيبغض ربنا، ويدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من البدعة، زي يدعو إلى الله على بصيرة، لكن من يوم ما اختلطت هذه الدعوة بالأغراض السياسية ضاعت الدعوة، صحيح ولا لا؟ كثير من الناس اليوم يبدأ في الأول دين لله، دين لله، زول يعمل محاضرة، درس، يفتح خلوة، يعلم الناس القرآن إلى آخره، لكن بعد شوية الشغلة تتحول لشنو؟ لمكاسب، مما يشعر الداعية إنه خلاص صار له أتباع ودعوة اجتمع عليها الناس وكثر أنصارها، بعد ذاك يحول دعوة إلى اتجاه سياسي. لماذا؟ ليأكل الدنيا، عرفتوا؟ فمن ابتغى بدينه الدنيا فقد فارق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خلي دينك لله الله، صلاتك دي لله الله، ودعوتك لله الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. الدعاة ما داري من ذو الحاجة، ويوم الداعية ينتظر من الناس إنه يدوم، ده دعوته فشلت ولا ما فشلت؟ لأن اللي بيديك بيتحكم فيك، قول كده وما تقول كده، تتكلم هنا وهنا ما تتكلم. الدين ما باختيار الناس، الدين ليس مما يطلبه المشاهدون، دين ربنا قائم على الكتاب والسنة،
قائم على الكتاب والسنة. وانت تتكلم بالكتاب والسنة ما في شيء ثاني. عشان كده شوف الخيار اللي ادوله الاول، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، خليه يكمل. قال: وان اردت ملكا سودناك. معناه شنو؟ من السؤدد. قال: حتى لا نقطع امرا الا بمشورتك. تبقيت الملك علينا في مكة كلها. وانتبهوا يا اخواننا في الطلب اللي عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم ده، والنبي صلى الله عليه وسلم رفضه له، ده سر عظيم جدا انت تنتبه له. ليس من هم الداعي ان يتسيد على الناس ولا يترأس ولا يقول لك انا صاحب المنصب، انا ما عارف رئيس الدعوة، لابد تسمع كلامي. اسمع كلامك على أي أساس؟ كلامك قدمه بآية وحديث يسمع، أما كلام تقدمه بالتنظير أي زول بينظر. وليس لأحد السيادة على أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انعرضوا عليه الملك ما قبل بهم، ما دار ملك. قال: وإن كان بك رئيا. الرئي مقصود به رؤيا الجن، يعني لو بك مس من الجن. قال: طلبنا لك الطب حتى نجمع لك من مالنا كمان عشان نعالجك، بنجمع لك من قروشنا عشان نعالجك من السحر اللي فيك ده. وطبعا ده علاج بتاع مشعوذين، عشان تعرف ان الشغلانه دي قاعده قديمه ذاته. هسه الواحد تلقاه دجال، اكلمك النصيحه، دجال وفاتح لك محل يقول لك كذا ما تعرف للعلاج بالقران والرغية الشرعيه والاعشاب وما تعرف، وهو في الحقيقة دجال. وما تتخيلين انه يزول قال علاج معناه خلاص بيعالج صح. ده الكفار مكة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعالجك، انت بيت مس من السحر نعالجك ونجمع لك مال لعلاجك. وهذا من علاج المشعوذين، عشان كده اعمل حسابك محلات الرقية الفاتحة دي اعمل منها حسابك. وحتى اللي بيسلم من العلاج الشركي بيكون عنده اجراءات غريبه. خلاص واحد بكلم فيني قال لي في واحد بتاع رقيه قال لي زول مسحور ما ببدا لك الرقيه الا تديني مقدم 7 جلسات. مقدم كيف يعني مقدم 7 جلسات؟ هو ده راجل له محل بتاع طعميه تدي مقدم كمان؟ والرقية دي يا اخواننا ما دعاهي، عشان تعرفوا ذات مستهبلين. واحد يقول لك داير لك 8 جلسات عامة وجلستين خاصات. 8 جلسات عامة دي بيلمك مع الجماعة، بيرميهم كلهم في غرفة كده وبميكروفون بيقرا لكم كلكم. ده بيكورك وده بيضرب ده، ومرة بتجي ناطة في راجل وكده، لما كلهم وفوت. دي جلسة عامة. بعدين جلسة خاصة دي بتجيك بشنطته في البيت. دي سعيرة براو ودي سعيرة براو. يا ناس الرقية دي دعاء. الدعاء دي انت بتعرفه بيستجاب بتين؟ في زول بيعرفه؟ 7 جلسات 3 2 كده ونص مستجاب بتين يعني. الرقية ابن تيمية قال: وخلاصة دعاء. ما تعرف الدعاء متى يستجاب، عشان كده ما في واحد يقدر يحدد لك 4 جلسات، لأنه عندك 6 شياطين قاعدين جوا، 3 دناقلة واثنين حبش، وفي واحد جاي من دارفور. يا ناس والله انا كلام بقول لك كده ما خيال، زي ما بقول لك، بقول لك ده جن حبشي وداك بنقلاوي وداك ما تعرف محاسي. يا ناس ده شنو ده؟ وكلمك منو؟ وانت بتصدق الشيطان؟
الشيطان هسه كان قال لك انا نيجيري، انت بتصدق يعني؟ كله كلام فارغ، استغلوا جهل المجتمع. فالنوعيات دي عندهم نصيب من فعل المشركين، قالوا له نعالجك لو عندك سحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ خلاص انتهى كلامك؟ قال نعم. قال اسمع مني. قال افعل. زي ما قال لنا سمعت لك اسمع لي. قال افعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كلام اللي بيقول فيه قبل الله كله فارغة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اداه شنو؟ قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة. بالله شوف الناس عنادهم كيف. بس أتأمل الآية دي برا، كفار قريش ما يستفيدوا من الدين، قالوا قلوبنا في أكنة مقفلة بغلاف ومن بيننا وبينك حجاب. الحجاب قولوا الساتر بيناتنا ده، عشان احنا لا نسمعك ولا نستفيد منك ولا اي شيء. من بيننا وبينك حجاب، يعني الحجاب ده قال له من محلنا نحن لحد محلك انت، ده كله حجاب بيناتنا. فاعمل اننا عاملون. كويس؟ عناد واستكبار غريب. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه الايات الى ان مر على قوله قل ائنكم بل كفار قريش لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الأرض ربنا خلقها في يومين، بعد ذلك جعل فيها الرواسي من الجبال وجعل فيها الأقوات والكنوز في باطن الأرض والأشجار وغيرها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا، يعني بعد الكلام ده كله والبيان ده يا كفار قريش، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تستكبروا بعد ده وتعرضوا، أبشروا بالصاعقة كصاعقة عاد وثمود. فقال أنشدك الله والرحم ألا كففت. خلاص ورجع متأطئ رأسه وكفار قريش بعينه فيه. ودع عالمهم الوليد بن المغيرة هو بطل من أبطال قريش وعالم من علمائها وكان يكني نفسه بالوحيد، بلقب نفسه بالوحيد، يقول لهم أنا أبو الوليد وأنا الوحيد. الوحيد يعني ما في زول زي أنا في العلم تاني، لأنه قرأ الكتب السابقة وتعلم. أول ما جاء راجع مدنقر راسه، قالوا لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وش الجبدة ما يهوش المشبه، لقد سحره محمد. قالوا سحره. خلاص أول ما نزل عليهم قالوا ما تقول فيما يقول محمد، يعني القرآن تقول فيه شنو؟ قال ما هو بقول البشر. يا زول
قول انت كلامك ده كان قلته اولاد مكه بيرتدوا من دين ابائهم كلهم. قال ما هو بقول البشر؟ قال لقد عرفت الكهان ودندنتهم وعرفت السحرة وسحرهم. قال ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن؟ قال إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمخضر. قال وما هو بقول البشر؟ قالوا خلاص معناها أولاد مكة بضيعوا. قال ولكني أقول هو سحر لأنه بيسحر، والسحر من معانيه الحاجة اللي بتبهر وبتسحر. شكد ربنا قال عنه ففكر ثم قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ربنا قال سأصليه شنو؟ سقر. طيب يا اخواننا هذه القصة فيها من الفوائد، أولا وهذه أعظم الفوائد، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ قومه بالدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقومه وحذرهم عما يعبد آباؤهم، اللي بيعبدوا أبواتهم ده حذروا منه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عشان كده قالوا لو عاب آلهتنا وسفه أحلامنا، لأنه بين لهم إنه الأصنام بتاعتهم دي لا تنفع ولا تضر ولا تجيب لهم خير وما استفيدوا منها شيء. واليوم يا اخواننا الواقع يشهد بممارسات شبيهة بممارسات كفار قريش الأوائل. تجد في القبور في المقابر مشاهد، ناس رافعينها فوق المقابر كلها عادية، تلقى واحد عامل له مشهد عالي ضريح عالي، وبعضهم عامل له تابوت، وبعضهم مركبين عليه قنايات ورايات وكاتبين على لا إله إلا الله فلان ولي الله. مش كده؟ السبب شنو؟ وما هو الغرض من هذا؟ الغرض شنو؟ انت لما تجي داخل المقابر بتشوف انه الناس المسلمين ده راقدين عادي، قبر عادي راقدين، الا في واحد هناك قبته عالية. انت حظن انه الراجل ده صالح وولي قريب لله، عشان كده الجهال بيمشوا له، الدار الجنب يمشي والدار الرزق بيمشي، والشغلته في السوق وقفت بيمشي له، والدائرين الزواج بيمشوا، شباب وفتيات بيمشوا الزواج. انا ما اعرف ده موضوع في الزواج شنو يعني، بعرس لهم كيف ذاته. انسان ميت ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، تلقى الجماعة باركين تحت، واحدين بيسفوا في التراب، واحدين بيشيلوا سفر لأهلهم تراب، قول له ده جبت لك من جوا القبر بركة تحت الشيخ، ها؟ واحدين يقطعوا من القماش وشايلينه مودينه، واحدين يجيبوا معاهم موية من أهلهم
عشان الواحد يخطها جنب ضريح الشيخ تنزل البركه في المويه ويشيلها ويرجع بها ويوزعها على الناس المعلقه الحله كلها. عقائد كلها دي كلها عقائد. انت اليوم اذا بينت مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يجوز وهذا من الشرك بالله والواجب على المسلمين انه ما يبنوا على القبور ولا يشيدوها، كانت قبور صالحين او غير صالحين ما يبنوا عليها ولا يجصصوها ولا ينوروها ولا يعملوا مشاهد، يدفن المسلم عادي ويدعو له الله بالمغفره والرحمه في قبره، انتهينا، ما يدعو له قبره ولا يدعو ولا يسال ولا يستغيث به. تبين للمسلمين زي ده طوال يجوك الجماعه يقول لك شنو؟ نبست الشيوخ وأسئت لجماعتنا ولعنت الأموات وانتغصتهم وسبيت الأولياء. يا ناس ما في سب لولي ولا في لعن له، الموضوع كله يا ناس الميت إتو خلوه، مش نحن اللي بنخليه، إتو خلوه، نحن ما نسألنه. الميت ده عندنا له دعاء ندعو له والله إنه يرحمه، في أكثر من كده؟ مش زي المسلم مات ندعو الله يرحم المسلمين كلهم، واللي بنعرفه باسمه ندعو له الله يرحمه، وكان شهيدنا يوم جنازته بنمشي نصلي عليه، وصلاة الجنازة دي شفاعة، شفاعة له ودعاء بالرحمة والمغفرة. تاني في حاجة؟ الميت في مغابر هناك، وانت الحي ده الميت محتاج ليك، ما انت المحتاج له. عارف المعلومة دي؟ لأنه الناس قالبينها، الناس قالبين المعلومة دي، مخلينك انت الحي محتاج لمن؟ للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص ثاني ما عنده لك حاجة إلا من شنو؟ من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية زول بنى له جامع زي ده، ولا عمل له ميكروفون، ولا اشترى له مصاحف وصاه في الجامع، ولا عمل له بياره بتاعت مويه، ولا كولر بتاع مويه بيسقي الناس، دي اسمها شنو؟ صدقه جاريه، يعني نفع متجدد. دي بيجيه نفع هناك في قبره، او علم ينتفع به، علم بينفعك، والعلم اللي بينفعك اما علم دين، علم دين صافي، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ده علم الدين الصافي. اما قال ابويا الشيخ وحجتني حبوبتي وحكوا لينا ده برنامج ما بينفع بشيء، دي حكايات وخرابيط بتخطها هنا بترقد بياي، وانت هي بترقد بياي وانت بترقد بغادي. علم ينتفع به، علم دين قائم على الكتاب القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما غير كده، إلا بعد ذاك الشرح والتفسير من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وعلماء الأمة، ديل بيشرحوا ويفسروا ويبينوا، ديل ما تابعين للكتاب والسنة. أما أصل العلم الكتاب والسنة، أو علم دنيا ممكن تنتفع به بالمناسبة. رجل يكون عنده علم من العلوم الدنيوية لكن علم هذا العلم بنية التقرب إلى الله، زول علم الناس الطب او الحرف الصنع الحرفيه كلها، لكن ده ما بيكون فيه اجر الا بشنو؟ الا مع النيه، بنيه التقرب الى الله. انت لو نجار بس علمت الناس يظبطوا دواليب تمام بنيه انه ينتفعوا بها المسلمين ديل، انت عندك اجر. دي يا اخواننا فائده من القصه. فائدة ثانية من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن دعوته استجابة لكل أنواع الضغوط اللي مارسوها ضده، كل الضغوط مارسوها معه. أولا حاربوه وسبوه وشتموه شتم شديد، يا اخي
جاء في سيرة ابن هشام إنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان بيصلي جنب الكعبة، واجتمع ناس من كفار قريش منهم أبو جهل ومنهم أمية ابن خلف ومنهم عقبة ابن أبي معيط، وقالوا من يأتي بالسلا جذور بني فلان. بيعرفوا السلا؟ نحن بنسميه السلة عندنا في البهائم هناك، سلة البهيمة بعد ما تلد مش بتطلع معاه تبيعة وسخ كده، بيطلع مع البهيمة بعد ما تلد، ده بسموه السلا. كويس؟ قالوا من يأتي بسلا جذور بني فلان، يعني مقزز ومقرف لأبعد حد. قال فيلقيه على رأس محمد، وبصلي هناك يجي يشيلوه كبوه في رأسه. فقام شقي القوم عقبة ابن أبي معيط قال أنا أفعل، مشى طوالي شالوا وجابوا وضعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عنه. وأيضا قيل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رآه هكذا قرأ قوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الأذى، واحد اثنين الحصار من قومه حاصرون في شعب بني هاشم ما يطلعوا وما يطلقوا المعونات من غيرهم وما يزوجوهم ولا يجالسوهم، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهله وقد حاطه عمه أبو طالب. ويا إخواننا في موقف ده موعظة والله لأي ذل، موقف أبي طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا مع أنه مشرك، وكان يعظمه ويعظم أخويه وهما علي وجعفر، دي الأخوان منه النبي صلى الله عليه وسلم أولاد عمه، أخوانه أولاد عمه، كان يحبهم جدا. حتى قال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته، يعني علي وجعفر وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حدثت بنفسي دونه، يعني كأنه ضماه وحماه، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل، يعني ما هم مائلين عن الصراط المستقيم، غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل، إلى آخر القصيدة الطويلة. إذن يا إخواننا دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدتين مهمتين. الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تنازل مع الموقف المحرج دخل فيه عمه، لأنه عمه مع المشركين ما جاي وبيجي بيقول له يا أخي دعوتك دي خليها بس ما تتكلم في آلهة النازل، ولا تقول لهم أن ذاتك ما بتنفع وما بتضر ودي الطواغيط، ما تقول لهم كده، برضو رفض. الفائدة الثانية يا أخواننا إنه التوحيد ده مجاملة ما فيه، أفهم النقطة دي، التوحيد ما فيه مجاملة، لأنه أبو طالب ده مع كلام السمحة شفناه قبل شوية ودافع بسيفه وهو من أبطال مكة،
وعنده قدر ومكانة عظيمة في مكة كلها، دافع بسيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وإن لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل. قال له: سيوفنا دي بنضرب بها أشراف قريش في دلك التدا. قال: بكفيفة مثل الشهاب سميدع، السميدع الشجاع أخي صغة حامل حقيقة باسلي، شهورا وأياما وحولا مجرما، سنة كاملة نحن مكفولين في الدفاع عنك. مع ده كله يا أخوانا لاحظوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال له: يا عمي، وهو عند الموت، قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. بس قال له: قول الكلمة دي تدخل في الإسلام، أنا أحاج لك بالكلمة دي عند الله. نظر الاثنين من كفار قريش قاعدين جنبه، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وإن كان عبد الله ابن أبي أمية أسلم بعد ذاك، قاعدين جنبه، قالوا له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تخلي الدين القاموا عليه أبواتك؟ فكان آخر ما قال، أو آخر ما قال، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. شوف مع هذا كله يدخل جهنم. ما أغنى عنه دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من جهنم. ما أغنت عنه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى لدرجة إنه أكان لما يخاف عليه بالليل يجيب واحد من أولاده يرقده في محل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشيل النبي صلى الله عليه وسلم يرقده في محل ولده ويرقده جنبه. ورضي بالحصار، وده كله بعد ده ما أغنى عنه. الليلة دي ناس الواحد منهم لا صلة له بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا دافع عنه، ولا حب سنته، ولا عظم في نفسه، ولا دافع عنه، ويجي يقول لك: يا مولانا نحن النبي جدنا، وبعدين بنلاقي يوم القيامة وبيظبط لنا أمورنا، ما عندنا مشكلة. ها؟ واحد والله مرة من أهلنا سكران ليل ونهار، طينة ما بتفهم ذاته بيوعى بتين، قال: لا يا مولانا انتوا تعبانين ساعه ماشيين الجامع وجايين، والله نحن بس تقوم الغيامة، أبو فاطنة أبو فاطنة نكورك للنبي دخلنا الجنة. الموضوع ده قال لي: ما دار لي تعب، ببساطة شديدة. ها يا ناس، بالله اللي بدمل قصة أبي طالب دي ما بيعرف قيمة التوحيد. شوف الله ما تنجضط في التوحيد، ما ينفعك نسب ولا قرابة ولا محبة ولا أي حاجة، ما تنفعك محبتك دي دار عمل ودار متابعة. ما تقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم بس، محبتك دي عبادة وعظيمة جدا نعم، لكن برا ما بتنفع، محبة دار عمل. الجماعة في القصائد يقول لك: أحمد يا حبيبي، حبيبي لا حبيبي، أها اتفقنا حبيبك، سلام عليك يا مسكي وطيبي، كويس، اها، وتاني سلام عليك يا كاشف الكروب، خرب كله. على اول ما قال يا كاشف الكروب خرب الفات ده كله. كيف تقول كاشف الكروب؟ سلام عليك يا غافر الذنوب، هذا كيف؟ النبي بيغفر الذنوب؟ يا ناس، يا ناس، النبي ما بيغفر لذنب ذول، بخاطب في أعز الناس له من صميم بني هاشم، قال: يا عباس ابن عبد المطلب، عباس ابنه ده عمه، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة، هذه منه بنت محمد، قال لهم: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. تجيبها بشرك كمان، وده لك شرك ما عندهم يا ناس،
لا عباس ولا صفية ولا فاطمة، شريك ده ما بعرفه، ده لأهل التوحيد ذاتهم. مع ده قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. يجي واحد غرقان في الشرك لهنا، الليل كله شغال، بناديهم بناديهم، أهل الله بناديهم، وأهل السلسلة، والحقوني، وأنا في حواكم، وأنا راجيكم، الليل كله ينده، ما خلى لفكي، ليل ونهار ينده، ويجي بعد يقول للنبي أشفع لي؟ أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مهم جدا. قال له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد علمت أو لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحد أول منك، لما علمت من حرصك على العلم، لأنه سؤال مهم ده. ونزاد الصحابة بعرف يسألوا، أسا والله الناس قال لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في واحدين يسألوا من حياة ما يستفيدوا منها ونزادوا. في ناس ما عندهم موضوع، والله السؤال ما بعرفه. الواحد ساكن لقى له في فرصة في عالم دين يسأله سؤال، يقول له ما هي الطيارات التي قطعها إبراهيم عليه السلام ووزع أي واحدة منها في جبل؟ يا أخي مالك مالك، أنت حتستفيد منها شنو يعني؟ قول لك الطيارة دي هم قيردون، يعني استفدت شنو أنت؟ ولا أبو الدبرق شنو يعني؟ في ناس ما بعرف يسألوا ذاته، لكن شوف سؤال أبو هريرة ده كيف؟ دي مسألة عظيمة، دي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، لأنه عنده ست شفاعات يوم القيامة. ما في أحد لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الرسل عنده شفاعات أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة والرسل والصالحون بيشتركوا في ثلاثة شفاعات فقط، ثلاثة شفاعات، النبي صلى الله عليه وسلم عنده ستة، ستة شفاعات. كويس؟ بيشفع لأهل المعشر كلهم إنه يبدأ الحساب، ويشفع إلى أهل الجنة يفتحوا لهم الباب، ويشفع لأهل الجنة تاني جوا يرفعوهم الدرجات، ويرفع لنا يشفع لناس في النار استحقوا جهنم إنه يدخلوها ما يدخلوها، وناس دخلوها جوا يشفع لهم يخرجوا منها، والسادة يشفع لعم أبي طالب، ودي الشفاعة الوحيدة لمشرك وما بيطلعوا من جهنم لكن بتخفف عليهم. ستة شفاعات. ها؟ ده سؤال عظيم. قال المحظوظ زمنه بشفاعتك. قال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله دي بنعرفها. خالصا دي خدت لا بالك. قال له خالصا. طيب انت لما تقول لا إله إلا الله وبعدين تقول كي ترفع يديك لأبوك الشيخ، ها؟ كده خربتها ولا ما خربتها؟ كده خربتها. شو كده؟ قال لك خالصا من قلبه. يا زول والله اللي بنظف التوحيد ده رب حر ربح، والله رب حر ربح ما ساهم. وهل التوحيد فيهم فايدة؟ وهل الشرك كله ما فيهم فايدة؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت يتموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شوف هذا التوحيد فيهم فائدة كيف؟ أكان تموت في محلة فيها التوحيد وصلوا عليك 40 بس حظك، الله بشفعهم فيك. يعني هم جوا صلاتهم دي لو قالوا اللهم ارحمه واغفر له واسكنه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، ده كله مشى لك 40 رجل موحد. شكد ما تمشي تسكن لك يا جماعه شغالين يا ابو يا شيخ تلحقنا ويا البادراب ويا شنو دير، كان مت في نصه ونصلي عليك رايحه زاي شغلتك، تنصلوا عليك ذيل شغلتك رايحة زاي. عشان كده يا اخواننا شوفوا بركة هذه العقيدة، وبالتالي نستفيد من حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم عظمة التوحيد.
ومكانته. ونستفيد كذلك من هذه القصة أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو أحسن الكلام. شوف عتبة في رواية ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ سألوا سؤال فيه ذكاء، فيه ذكاء جد. قال له يا محمد أأنت خير أم أبوك عبد الله؟ الأخير يا توفيق. طبعا السؤال ده لو ما إنه النبي صلى الله عليه وسلم أذكى من أبي الوليد كان حاخدته في حتة ضيقة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أذكى بني آدم. فقال له أنت خير أم عبد الله؟ أخير أنت ولا أبوك؟ لو قال له أنا أخير من أبوي، وده الحق، لو قال له أنا أخير من أبوي عيرته العرب، يقولوا بالله يشوف محمد يقول أخير من أبوي، قال العرب تعيروا بالكلام. قال له فإن قلت أنت خير من أبيك فقل ورينا، وإن قلت هو خير منك فاعبد ما عبد أبوك. كان قلت هو خير مني أعبد الآلهة اللي عبد أبوك، ولو قلت هو أنت أخير منه قل لنا. هذا يدل على ذكاء الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذكى منه. قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ وقرأ عليه الآيات اللي قلت قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فالقرآن يا أخواننا فيه قوة وهداية، ولهذا الفائدة الأخيرة مما أقف عندك أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يستعمل في دعوته نصوص القرآن والسنة. لماذا؟ أولا لأنهما أطيب الكلام وأحسن الكلام وآثر الكلام للقلوب. ما في كلام بيأثر في بني آدم ديل زي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. آثر الكلام للقلوب، وبعد هذا هو أجمل الكلام ألفاظا. يعني انت الليلة مما يعاب عليه كثير من الدعاة يقول لك يا أخي انتوا دعوتكم كويسة، لكن بس لسانكم شديد وألفاظكم ما قاعد نحبها. انت عشان ما يكتروا عليك الكلام ده اديهم القرآن ده، بس كلام الله الدعوة دي بدون كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في ذول بياباو البياباو ذات نسكو الساي المام الغفين البيابو والقرآن، لكن بيقدر يقول لا نسكو الساي. زي واحد مرة في مسجد من المساجد والإمام راجل موحد نحسبه، والجماعة الورا فيهم اللولة وديك ناس أبوه الشيخ والبرنامج ده كله، فظل ما لاقي طريقة يشتغل يتكلم معه، ما بخلوه يتكلم، فبقى في الصلاة بس بديهم آية التوحيد في الصلاة، بس في الصلاة. فالجماعة يتلموا برا اجتمعوا قالوا الإمام ده قاعد ينبزنا. يا ناس قالوا نبزكم كيف وظل أصلي بيكم؟ قالوا طاعنا بالآيات بالقرآن بطاعنا، معناه أنتوا خربانين، راجعوا رقبتكم. إذا القرآن ده بيطعنك معناه أنت غلطان، إذا القرآن خاطبك معناه أنت غلطان. ولهذا يا أخواننا دي بعض الفوائد نستفيد من هذه القصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الفوائد كثيرة لكن هذا ما وسع إليه علمي واطلاعي، ولعل غيري يكون عنده الكثير وتستفيد منه الكثير. فهذا منتهى ما عندي في هذا الموضع، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وجزاكم الله خيرا.